ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع مؤتمر حزب مع الأستاذ علاء إمام راجح. أهلا بيك معنا يا أستاذ إمام. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا في البرنامج. شرفي، ربنا يخليك. العمدة علاء راجح، الأمين العام لحزب المؤتمر بالأقصر. عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني إحنا في المقدمة عايزين نعرف للجمهور مين هو العمدة علاء راجح. أنا علاء إمام راجح من محافظة الأقصر، مركز إسنا، ابن الجنوب، من قرية بسيطة جدا، من قرية جزيرة راجح. يعني بدأت حياتي من الصفر. أنا راجل مزارع. معنا مداخلة على الهواء أستاذ علاء. ألو، مين معنا؟ ألو، السلام عليكم. عليك الساعة الله وبركاته. مين معنا؟ خالد صبحي من شبيل قناطر. مين معنا يا فندم؟ أنا اسمي خالد صبحي من شبيل قناطر. خالد صبحي، أهلا بيك معنا يا أستاذ خالد. أهلا بحضرتك، والله أنا مبسوط جدا إن أنا يعني تواصلت مع حضرتك. أهلا بيك. أنا كان نفسي أتواصل معاكم في البرنامج من الحلقة اللي فاتت، والحمد لله ربنا يسر الحال إن أنا تواصلت مع حضرتك. أهلا بيك معنا يا أستاذ خالد. بنحبك أوي وتدعينا والله، يعني عايزين، أنا عندي موهبة الفن وعايز واخداك أمثل وكده. يا ريت تشرفنا يا أستاذ خالد، يبقى تبقى موجود معانا في البرنامج يا أستاذ خالد. ربنا يخليك يا استاذ هاني. والله انا انت الفن اللي هو ايه، التمثيل يا استاذ خالد ولا الفن اللي هو ايه؟ لا تمثيل ان شاء الله. تمثيل. اهلا بيك معانا يا استاذ خالد، وتحياتنا لاهل شبيل قناطر يا استاذ خالد. خليك يا استاذ، والله انا مبسوط جدا واخد بالك ان انا بكلم حضرتك ومنور الشاشه والله يا فنان، انت والاستاذ اللي معاك. ربنا يخليك. الاستاذ مجدي عبد الحليم بيرحب بحضرتك يا استاذ خالد، والاستاذ محمود خلف. شرفتنا يا استاذ خالد، شرفتنا. عبد الحليم ربنا يعني عالم انا بحبه قد ايه، ده منور الشاشه يا فنان. ربنا يخليك، شرفتنا يا استاذ خالد. ماشي يا استاذ هاني، ومعايا اخويا عمار دلوقتي عايز يكلم حضرتك، هو عنده موهبه الغناء. لا ان شاء الله تشرفونا بقى في البرنامج بقى، عشان احنا مع العمده علاء راجح، الفقره بتاع العمده علاء راجح، فتشرفونا في الاستوديو. يا ريت يا استاذ خالد تبقى سيب رقم حضرتك في الاعداد. شرفونا ان شاء الله، بنتصل بيك مره ثانيه علشان معانا بس العمده علاء راجح من الاقصر، علاء امام راجح، عمده حزب المؤتمر. يا استاذ خالد شرفتنا علاء بيه. شكرا ليك يا استاذ خالد معانا في الاتصال. شرفتنا علاء بيه. شرف ليا يا مجدي، مرحبا بك يا استاذ. لا معلش قطعنا عليك. لا تحت امر حضرتك. كمل لنا بقى رحله رحلتي. ان انا بدات معانا معانا اتصال لمداخله تليفونيه من الاستاذه امال سعد. الو، امينه المراه. الو مؤتمر. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بك يا استاذه امال. استاذه امل، استاذه امل، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. معاك امل سعد السلام، ابقى مدير تنفيذي لجمعيه رعايه المرضى باسمنا. يا مرحبا بيك يا استاذ. رعايه مريض بمحافظه الاقصر، وامين اتحاد لجنه المراه بحزب المؤتمر. اهلا بيك، مشرفانا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك استاذه امل. معانا الاستاذ علاء امام حضرتك، رئيس حزب المؤتمر حضرتك. المؤتمر. يعني الامين العام. الامين العام لحزب المؤتمر الاقصر حضرتك. الامين العام لحزب المؤتمر استاذ علاء امام راجح. الأستاذ علاء، العمدة علاء قال لنا ليكي دور كبير بقى في الخير، عايزين تكلمينا حضرتك عن دورك في تمثيل المرأة في الحزب. أنا لما اتقدم حزب المؤتمر لأمل سعد السلام، أنا كنت في الوقت ده مديرة جمعية خيرية ليها اسمها الحمد لله، وكنت أمين لجنة رعاية مريضة على الأقصر. لما رحت وقابلت الأستاذ علاء، للأمانة قدم لي كل الامتيازات اللي ممكن تفتح مكان للخير من خلال الحزب بتاعه، وده نادر انك تلاقيه في اي حزب. الاستاذه علاء مشكورا ان هو يعني موجود معانا النهارده. استاذه امل في برنامج في الحزب المؤتمر بتاعه. يا استاذه امل، احنا بنعتبره نجم من نجوم المجتمع. طبعا هو فعلا كده للامانه، ودي شهاده حق. يعني انا من خلال الخير اللي عندي هو للامانه فعل، ودي كلمه حق. ده غير اني اي حاجه بتخص اسمه بتبقى ملموسه على ارض الواقع، هو للامانه بيشارك معانا فيها. هم اهل الصعيده اصلا يا استاذه امل، ان هم معروفين معروف عنهم كده يعني، والشهامه يعني. الا من رحم ربي يا استاذه هاني. الاستاذه امل احنا لكن لكن للامانه استاذه علاء من الناس الفعاله اللي عايز تعمل بصمه في في الشارع الاسلامي. طبعا، وده مش لاقينه. انا بتمنى من كل حزب، مش بس حزب المؤتمر، ربنا يوفقه كل حزب. احنا كلنا نعم هنبنيها، مش اكثر من كده.
ربنا يوفق يا استاذ امل. احنا كلنا بنسعى وبنعمل وبنحاول على ارض الواقع ان احنا نعمل حاجه للشارع الاسناوي والاسنا بالتحديد، لان انت شايفه كل حاجه موجوده في اسنا وشايفه اللي حاصل ايه. وانا اتمنى كل حزب وكل شاب وكل انسان وكل واحد في اسنا يكون احسن مني ويعمل اكتر عشان خاطر الناس، لان انا ما بعملش حاجه عشان نفسي ومش محتاج حاجه، انا بعمل كل ده ودخل الحزب. هو فعلا فعلا كل كلمه بيقولها هو قالها لنا في اول اجتماع لينا في الحزب، قال احنا مفيش فينا انا، احنا كلنا مع بعض، كلنا ايد واحده. انا واحد منكم يا استاذ امل. ده للامانه قالوا فعلا. شرفتينا يا استاذ امل معانا في الاتصال. والله احنا سعداء ان انت كنت معانا النهارده يا استاذ امل. استاذ امل من الشخصيات المحترمه جدا اللي هي فعاله في الخير، اللي هي بتجاهد كتير وبتشتغل كتير. انا ما عندي مجموعه كبيره في الحزب، كل الناس اللي معايا في الحزب بيشتغلوا عشان الناس، عشان الشارع، عشان يخدموا الناس، مفيش واحد بيتقبل اجر. الناس بتسعى يوميا، الحزب مفتوح. احنا الحمد لله حزب المؤتمر اول حزب على مستوى الجمهوريه يعمل امانه عامه للحزب في مركز. احنا اول حد عملها واول ناس عملت في الحزب. احنا لينا مقرنا في شارع البحر في فوق استوديو برجيلة، موجود في الحزب في اسنا، في مركز اسنا، لاكبر مركز حضرتك في المحافظه هو مركز اسنا، واكبر مركز على مستوى الجمهوريه هو مركز اسنا، وبنسعى ليه وبنحاول نعمل حاجه. انا واحد بحاول اعمل حاجه للناس. انا كنت في يوم من الايام زارع، كنت بزرع وبقلع في الارض وبشتغل في الارض، وواحد من ضمن الناس الغلابه، واحد من ضمن الناس اللي شغاله في الارض. تقدر يا استاذ علاء تقول لنا مين اللي هيبقى متواجد في المؤتمر اللي هو 11/3 باذن الله؟ اولا اللي اقدر اقوله لك ان انا بدايه الكلام عندي الاخ الكبير والصديق اللي هو رئيس الحزب الربان عمر مختار سميده، ده راجل اخويا، انا قعدت معاه 10 دقائق قلت له امين انا معاك في الحزب، لان الراجل ده اولا بيسعى لمؤسسات الدوله وخدمه هو المواطن. هو اللي مفكر في موضوع الحزب يا استاذ علاء. نعم هو اللي يعني مفكر هو في موضوع الحزب. ده الحزب ده حضرتك من زمان قوي، مش حزب جديد. لا حزب المؤتمر ده حضرتك حزب كبير قوي وحزب من زمان، وكان اولا كان في رئيسه عمر موسى تمام، هو اللي مؤسسه، وبعد كده دلوقتي حاليا هو الربان عمر مختار سميده، ومعانا اللي هو طارق رسلان تمام. هم من الناس دول. انا جاي عندي اللي هو طارق رسلان مع عمر بيه سميده، وجاي معانا برضه في النائب احمد حلم الشريف موجود معانا في المؤتمر، وعندي خمس شخصيات تاني انا مش هقدر اقول اساميهم. احنا عارفين ان فيها متواجد مع حضرتك ممثلين في عيل الممثل الجميل اخويا وصديقي الفنان موجود معانا، الفنان مجدي عبد الحليم، ان شاء الله الفنان احمد طبعا ده اخونا وصديقنا وهيشرف الاقصر وبلده الثانيه. انا بتشرف بيك والله. ومعايا برضه الفنان احمد فرحات برضه موجود معانا، احمد فرحات. ومعايا لعيب هيكون موجود نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي ان شاء الله موجود. وعندي مفاجاتين لاسنا هنتكلم فيهم انا ورئيس الحزب، وحاجه خير لاسنا بالكامل، لان احنا بنسعى نعمل حاجه على ارض الواقع للناس. ده انا واحد من ضمن الناس، واحد من ضمن الشباب، واحد من ضمن الناس اللي هي اتربت على الارض، اللي هي اشتغلت وسط هو الناس. الاساس الفلاحه يا استاذ. تمام انا فلاح. انا كمان في حاجه تانية الناس بتتكلم عليها، انا في يوم من الايام في 2000 اشتريت عربيه، دفعت مقدم عربيه واشتغلت على عربيه اشتريتها وكنت سواق عليها وبشتغل بيها وبقولها قدام الناس كلها. انا في يوم من الايام كنت مزارع وبعد كده كنت سواق، اشتغلت على عربيه ان ناكل من وراها عيش وخلصت، وكانت قسط خلصت اقساطها وبعت العربيه وسافرت القاهره. ده شباب، ده حلم كل شاب مصري. اتمنى كل الشباب تكون احسن مني، كل الشباب انها تكافح. اتمنى كل شاب يكون احسن مني. انا من عيله كبيره ومن عيله العريضه، وكل الناس تعرف مين علاء امام راجح. ومعايا اخواتي، انا معايا خمسه غير اخواتي وانا اصغر واحد، وكل اخواتي منهم فراج، عبد المنصف، حماده، مختار، مصطفى، كلهم اخواتي الكبار. الله يخليهم كلهم، ربنا يخليكم لبعض يا استاذ اي حد في الدنيا. وكل حاجه انا بتمناهم يكونوا فوق كل شيء. معايا اولاد اخويا زكريا ويحيى وجبرين وعبد الله، ومعايا كل عيال اخويا بدل اللي معاهم الشركه، معاهم ثلاث شركات هنا في القاهره. انا مش محتاج منصب ولا محتاج جنيه، لان احنا كل الناس عارفه انا مين وابن مين ووصلت لايه دلوقتي. فانا حاليا انا وصلت لكل اللي انا عايزه. اذا كنت دخلت السياسه ودخلت الحزب ودخلت ده، انا دخلت عشان اعمل حاجه للناس. انا عندي اسنا اكبر مركز، عندي مستشفى، عندي اربع مستشفيات. أهم حاجة أستاذ اكبر مشكله بقى بتواجه اسنا بقى، انا عايزين نعرفها. اكبر مشكله حاليا في اسنا المستشفى. انا عندي اربع مستشفيات يا باشا كانوا موجودين في اسنا اتقفلوا. النهارده عندنا صرح كبير نشكر فيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الصرح، اللي عندنا مستشفى كبيره جدا جدا مش موجوده غير في القاهره، في اسكندريه المستشفى دي، وفي اسنا
اكبر مستشفى في الدنيا كلها، لكن فيها اهمال كبير جدا. تمام، في النهارده المواطن البسيط من اللي بيخش المستشفى عايز يخش يتعالج بيخش الطوارئ، لو ما لوش جنيه مش عارف يخش. ان اي بني ادم ان هو يقدر يساعد اخوه اللي هو فقير زي ما احنا بنقول يقدر يساعده، طبعا طبعا ربنا يكتب له التوفيق وربنا يكتب له النجاح يا رب، النجاح يا رب العالمين، اللي يقدر يساعد فقير او يقدر ان هو يعمل حاجه في داخل بلده او قريته بالمساعده بالخير، دي طبعا تكفي ان كل الناس انها تقدر تدعي له كده بالخير وكده. هيئه المكتب يا استاذنا استاذ علاء بتعمل بمقابل او غير مقابل؟ هيئه المكتب بالكامل عندي في الاقصر وفي اسنا كلهم شغالين عمل تطوعي بالكامل، كلهم اخواتي واصدقائي واصحابي، وانا واحد فرد منهم، انا مش امين العام ان انا برأسهم، لا انا واحد زيهم، لكل الناس دي بتشتغل عشان تخدم المواطن، واخترت ناس كلها جديدة، جميع واحد ان انا اخترته في الحزب اخترته باقتناع عشان عايزة تعمل حاجة وسط الناس وسط الشارع، ما جايبش حد فئات كبيرة. انا عندي 5 افراد من اسنا ومن عائلات اسنا مضوا عندي استمارتهم وموجودين، انا مش هعلن عنهم غير يوم الافتتاح، لان انا عندي 3 مفاجآت يوم الافتتاح، مفاجأة فيها في ناس كتيرة ضيوف جاية هاد الناس هتتفاجأ بيها. نمرة 2، عندي 5 افراد موجودين لهم مني كل الاحترام والتقدير، واشكرهم ان هم مضوا في حزب المؤتمر باقتناع ومضوا ان هم يكونوا مع علاء لمساعدة الناس، لان انا واحد من ضمنهم. الناس دول انا بشكرهم جدا جدا على اللي هم عملوه واللي هم واقفين معاه، وكل الهيئة من العضو لحد المنصب. انا عندي اكتر من 3000 استمارة في الحزب موجودة معايا، عندي الناس اللي انا هعلن عليهم يوم الافتتاح، الناس كلها هتتفاجئ الناس دي ازاي مضت عند علاء او مع علاء او ازاي مضت مع المؤتمر. الحزب المؤتمر موجود في المركز او في المحافظة عشان خدمة الناس. المقر الحزب ده مش بتاعي احنا. تقدر يا استاذ علاء تقدر تقول لنا ايه هو انجازات المؤتمر؟ حزب المؤتمر، حزب المؤتمر اللي موجود معنا وكده حاليا دلوقتي، انجازات ان هو بيخدم الناس على الشارع، ان هو موجود في ارض الواقع، ان الحزب مفتوح 24 ساعه لكل الناس، متواجد فيه ناس ومتواجد فيه سكرتاريه ومتواجد فيه الاعضاء، متواجد فيه ان هو بيحاول يخدم الناس. انا هقدر اخدمك، ممكن اخدمك بخدمه ان انا اتصل بالاستاذ هاني او اتصل باي حد ان هو يخدم الناس دي، بحاول بالقدر الامكان اللي انا اعمله. ومع الحزب برضه هم المتابعين معايا باستمرار، وعمر بيه مختار انا الراجل مني ليه مباشره بكلمه، استاذ احمد خالد. كل يهمنا في مصر يا استاذ علاء الفقراء، الفقراء، وانا بسعى منهم لان انا واحد منهم، انا واحد من ضمن الفقراء دي حضرتك. استاذ علاء قال لي حاجه واحنا بنحضر في الفقره بتاعته او قبل البرنامج، قال ان هو شغال على ارض الواقع. دي اهم حاجه من غير برنامج يكون شغال على ارض الواقع. احنا بنشتغل بكل يوم حضرتك استاذ مجدي، احنا بنشتغل كل يوم بجديد. النهارده في مشكله احنا بنسعى عليها، لكن انا هقول لك انا هعمل وانا هعمل، انا مش هقدر اعمل الا بده. النهارده محافظه زي محافظه الاقصر مركز اسنا، ليه ما يبقاش في مصنع واتنين عشان الشباب اللي يشتغل؟ انا عندي النهارده شباب كتير محتاج شغل. سمعنا من حضرتك عن مؤتمر حزب الوطن دوت، حزب المؤتمر، ان احنا دلوقتي شرفتنا في برنامجنا اللي هو نجوم الفن، نورتنا وعايزين تيجي لنا بقى لحد المؤتمر، توعدنا انك تبقى متواجد معانا عشان انا متواجد معاكم وشرفنا اي حاجه بخدمه الناس طبع. تحت امر الناس وتحت امر اي حد، واللي هقدر اخدمه باي حاجه حتى لو بالكلمه مع الناس، انا مش هكذب على حد ومش هوعد بحد بحاجه كذب، واللي هقدر اعمله هعمله. ربنا يقدرك على فعلك. ما عنديش استعداد اني اكذب على الناس عشان اقول لهم هعمل لكم يا استاذ هاني، يعني هقدر اخدمك هخدمك فيه، لكن انت تيجي تطلب مني حاجه اللي هقدر عليه هقول انا هقدر عليه، واللي مش هقدر هقول انا مش هقدر عليه. انت شرفتنا ونورتنا النهارده في برنامجنا نجوم الفن، ونلقاكم بعد الفاصل.